الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن دليل حدوث العالم ودليل الإنسان عند الفلاسفة، وانتهينا من شرح الخطوات بتاعت دليل الحدوث ودليل الإنسان. أظن وقفنا عند بخلان الدور والتسلسل. وقلنا الإشارة توجد في كتاب الله تعالى بالنسبة لدليل الحدوث واضحة وصريحة في لأن حدوثه يعني وجوده بعد العدم، خلاص؟ ومعنى الحدوث يعني وجود العالم بعد بعد العدم، وهذا صريح في آيات القرآن بمعنى الخلق. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وطالما في اختيار يبقى في ثبت عدم. اما الفلاسفة قالوا خالق او فاعل بالإيجاب الذاتي، يعني ما فيش ثبت عدم، يعني ما فيش اختيار. اذا قلنا بثبت العدم يعني هنثبت الاختيار، اذا نفينا الاختيار يبقى هننفي ثبت العدم، هيبقى الا ومعلولها. خلاص، الاشارة الى دليل الحدوث في قصة مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام مع قومه مع عبدة الكواكب. ما هو جاي حيجبه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وتوجد الإشارة في آيات أخرى أو التصريح كما بدأنا، لأن الابتداء معناه الأولية، وهذا معناه سبق العدم. ما دامت في أول معناه نفي سبق العدم، يعني معناها نفي الأولية. إذا كان العالم مسبوقا بالعدم يبقى معناه معنى كده له له أول. وإذا لم يكن مسبوقا بالعدم فلا أول له. معنى سبق العدم يعني اثبات الابتداء، يعني الاولية. اولم يسيروا في الارض انظروا كيف بدأ الخلق. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وطالما هناك بدء يعني بداية، معنى كده قبل هذا البدء لم يكن عالم، لم يكن شيء، يعني كان عدما. يبقى وجود العالم مسبوق بالايه؟ بالعدم. هذا في في دليل الحدوث. ومعنى الحدوث يعني معناها حدوثه وجوده، كما قال الشيخ وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. يبقى اذا قلنا بالايجاب الذاتي كما يقول الفلاسفه، يعني معناها كده بينفوا ينفوا الاختيار، ونفي الاختيار ينفي ثبت العدم، وهذا هو دليل الحدوث. اما دليل الامكان تكلمنا عن خطوات وذكرناها في الدرس الماضي، ووصلنا الى ان الممكن بذاته قابل للوجود وقابل للعدم، فالوجود له ليس من ذاته، وانما مستمد الوجود من غيره، وليس هناك غيره الا مين؟ الا الواجب ومين؟ والمستحيل، لان الاقسام كام؟ ثلاثة. ولا يعقل ان يستمد الوجود من المستحيل، لان المستحيل غيره
قابل هو ذاته هو للوجود، فكيف يعطي الوجود لغيره؟ إذن فلم يبقى إلا مين؟ إلا الواجب، هو الذي رجح أحد الطرفين على الآخر، يعني رجح إيه على إيه؟ رجح الوجود على العدم، لأن العقل يقول كذا لا ترجيح إلا بمرجح، والمرجح لا يمكن أن يكون من ذاته فلا، وإنما يكون من إيه؟ من غيره. إذن كل ما ليس له الوجود من ذاته فالوجود له من غيره، خلاص كده. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال، وهذا الغير لابد أن يكون الواجب اللي هو واجب إيه؟ الوجود، وإلا لافتقر لما افتقر إليه العالم ودار أو تسلسل. هنا وقفنا عند إيه؟ الدور والتسلسل. فقد خرجنا من هذا الدليل اللي هو دليل الإمكان بوجوب الصانع، يعني الصانع وجوده واجبا، والممكن وجوده جائزا، جائز. خرجنا من هذا الدليل، لكن مع احتمال، ليس هناك تصريح بأن العالم حادث، إنما مفتقر يعني محتاج في وجوده إلى إيه؟ إلى موجده، يعني إلى الواجب، مع احتمال أن يكون هذا الصانع أي هذا الخالق صانعا أي خالقا أو فاعلا أو موجدا أو محدثا، زي ما حتى هم أحيانا يذكرون كلمة الإيه؟ الحدوث، لكن يقصدون بها ايه؟ الاستقرار والاحتجاج، ولا يقصدون بها الوجود بعد العدم كما هو ايه؟ يعني رأي الجمهور ورأي المتكلمين ورأي اهل الملل جميعا. اذا ما احتمال ان يكون صانعا باللزوم ايه؟ الذاتي، بالايجاب الذاتي، فلا يكون العالم حادثا بل ايه؟ بل قديما. ليه؟ لان قدمه مش بذاته، انما بقدم ايه؟ بقدم علته. اذا في هذه الحالة ذهبنا الى ايه؟ ما ذهب اليه من الفلاسفة، واحتمال ان يكون صانعا بالاختيار، فيلزم سبق الايه؟ الوجود بالإيه؟ بالعدم، فيكون العالم عند ذلك حادثا، وهذا ما يقول به إيه؟ أهل الملل والمتكلمين وإيه؟ وغيرهم. واضح الإيه؟ وقلنا إن الإشارة إلى دليل الحدوث كما ذكرنا في أي آية تذكر المد، يعني أن الخلق له بداية، وكل ما له بداية معناها وجود مسبوق بالعدم، وايضا يلزم من البداية النهاية، هيبقى اذا وجوده ملحوق بالعدم ايضا، فسبق العدم يعني معناها يقتضي لحوق العدم ايضا، خلاص كده. كل شيء ايه؟ هالك الا وجه، كل من عليها فات. الاشارة الى دليل الامكان، الامكان يعني معناها احتياج الممكن الى الواجب، موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن ما فيش تصريح بالحدوث في قوله تعالى أن خلقوا من غير شيء، يعني بيّن أنه لا خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء، يعني معناها لا يوجد خلق بدون خالق، كما أنه لا يوجد فعل بدون فاعل، ولا أثر بدون مؤثر، وهكذا، ولا كتاب بدون كاتب، ولا قتل بدون قاتل، ولا صنع بدون صانع، وهكذا. ده يعني لا يختأمر البديهي، لا يختلف فيه اثنان. أم خلقوا من غير شيء، يبقى ذكر القرآن أن هناك لا بد أن يكون خالق، لكن لم يذكر هنا في الدليل ده سبق العدم يعني البداية، وإنما ذكر في دليل في دليل الحدوث. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، يعني معناه هنا أن الممكن مفتقر إلى من يوجده، ومعنى أنتم الفقراء يعني الفقر هنا الاحتياج،
ونحن فقراء في ايه؟ مش معناها في الناحية المادية او في المال، ده فقراء في ايه؟ في الوجود نفسه، يعني محتاجون ومفتقرون في وجودنا الى من يوجدنا والى من يمدنا والى من يتفضل علينا ويكرمنا ويربينا ويرعانا ويتعهدنا بالكتب والرسل والارشاد الى غير ذلك، يعني مفتقرون في كل شيء. ولا بد ان يكون هناك ايه؟ مفتقر، ها، ومفتقر ايه؟ اليه. والله غني، وهنا الغني يعني معناها ايه؟ الغنى المطلق، غني عن كل ما عداه، غني عن كل ما سواه. والفقر هنا معناها الفقر المطلق، ها، مفتقرون اليه في كل شيء، حتى في ايه؟ في ذواتنا وفي وجودنا وفي حياتنا وفي عقولنا وفي فهمنا وفي توفيقنا وفي سعادتنا وفي هدايتنا وفي كل شيء. هل يستغنى عن الخالق في أي شيء؟ في كل شيء، خلاص كده. فالممكن متساوي الطرفين والأمران المتساويان، لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، ولا يمكن أن يكون الترجيح إيه؟ من نفس الممكن، لأنه قبل وجوده كان معدوما. بالك، ولو أعطى الترجيح لنفسه للازم أن يكون موجودا معدوما، بحيث شمل إيه؟ تناقض تناقضين. لو هو افترض مثلا واحد قال إنه الممكن ده أعطى الترجيح لنفسه، ليه أنتم تقولوا يعني هو فيه فعلا لا ترجيح إلا بمرجح، لكن هو نفس المرجح. يقول لك ما دامت هو نفس المرجح يلزم ان يكون موجودا وهو معدوم، حتى يرجح وجوده على ايه؟ على عدمه، ان المعدوم لا ينتج شيء، هو معدوم الى الان لم يوجد، فكيف يرجح؟ ما هو مسبوق بعدم، فما يعطيش الترجيح انه عدم. اذا معناه كده حيلزم ان يكون موجودا معدوما، موجودا عشان ايه؟ يرجح العدم على الوجود، ومعدوم لانه هو مش موجود. وده ايه؟ ها، خلل العقل، يعني مفيش ده، حتى المجانين ما يقولوش كده لانه فيهم ايه؟ نسبه عقل. يلزم ان يكون موجودا معدوما في نفس الوقت، وهو ما يعبر عنه العلماء بايه؟ بالدوري، وهو ايه؟ ومستحيل، وهو مستحيل. الدور مستحيل، ها، والتسلسل ايضا مستحيل. طب ايه معنى الدور؟ ما المراد بالدوري؟ ها، تعريفه دلوقتي، ها، ده تعريف الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني ذلك الشيء نفسه. يعني الشيء حيتوقف على ايه؟ على نفسه، يعني ان يكون هو نفسه علة لنفسه، يعني حيكون العلة هو المعلول، والمعلول هو الايه؟ هو العلة. نناخد كده يعني خطوة خطوة، كلمة كلمة. توقف الشيء على ايه؟ على ما يتوقف عليه، يعني يكون هو نفسه علة لنفسه. قالوا إما بواسطة أو بدون واسطة، خلاص كده؟ يعني إما يتوقف على نفسه بواسطة، في بينهم واسطة، أو مباشرة، يعني معناها كل منهما ينتظر صاحبه أن يوجده، فإن كان بمرتبة واحدة يسمى ايه؟ الدور المصرح صريح يعني. وان كان بمرتبتين، يعني يبقى الدور الايه؟ المضمر. يبقى في دور مصرح وفي دور ايه؟ مضمر، لان المؤثر كده متقدم على ايه؟ على الاثر بتاعه، يعني في مؤثر وفي ايه؟ وفي اثر، وفي فاعل وفي ايه؟ فعل. لما نقوله فاعل وفعل، فين المؤثر وفين الاثر؟ الفاعل والمؤثر، والاثر هو الايه؟ هو الفعل. زي الكاتب، ها، والكتابه هي الاثر،
يعني الكتابة هي أثر الكاتب، زي مثلا إيه أثر الأقدام تدل على إيه الأثر ده أثر لإيه للسير، يقول أثر الأقدام ده فعل السير، يبقى إذن هناك أثر وهناك إيه مؤثر. يبقى إذن لو أثر الشيء في مؤثره يبقى عندك أثر وإيه ومؤثر، يبقى معنى كده لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال عقلا. نمثلها بإيه؟ أنا مثلا أثرت، أنا المؤثر وأنا الأثر، يعني المؤثر الناتج عنه. فلو أنا كنت مؤثرا في وجود نفسي، يعني أنا اللي أوجدت نفسي، فمعنى هذا إن أنا متقدم على أنا حتى أوجد أنا أنا. ما هو معناها كده مش أنا اللي خلقت نفسي؟ طب أنا معناها أنا خلقت نفسي، أنا لم أكن موجودا. أنا لم أكن خلقت نفسي، أنا لم أكن موجودا، فيلزم إن أنا أكون متقدم على نفسي متأخر عنها. متقدم ليه؟ عشان أوجد نفسي. طب متأخر ليه؟ عشان أنا لم أكن موجودا فوجدت. وهو معنى إيه؟ الوجود بعد العدم. وهذا صريح وواضح في الإيه؟ في البطلان أو معنى الدور، وفهمه سهل. يعني مثلا لو قلنا زيد أوجد عمرو في حال توقفه وجود عمرو على وجود زيد، جمعنا كده يلزم أن يكون زيد متقدم على زيد، خلاص كده، ومتأخر عنه. وكذلك في مين؟ في عمرو، لأن كل منهما أوجد مين؟ أوجد الآخر، فلا بد أن يكون كل منهما متقدم على الآخر ومتأخر عنه، ومتقدم على نفسه ومتأخر إيه عنها. واضح موضوع الإيه الدور، وهو إيه وهو الرابط. الأولى بتاع زيد أوجد، لكن زيد وعمرو ما هو توقف زيد على عمرو في حالة توقف عمرو على زيد، يبقى ما هي نفس الحكايه نفس الموضوع. ده معنى ايه اللي قلناه دلوقتي؟ معنى الدور ده، الدور اللي قلناه ده ايه؟ الدور الصريح، هو توقف الشيء بدون ايه؟ بدون واسطه. اما الدور المضمر، يعني اذا كان في وسائط، يعني في مراتب، زي توقف ما يقولوا الف على باء، وباء على جيم، وجيم على الف، برضو هنرجع في الاخر لايه؟ للنقطة الاولى. يعني الف دي هي السبب في وجود باء، خلاص كده، وباء هي السبب في وجود جيم، وجيم هي السبب في وجود الف. اذا رجعنا مرة ثانية لمين؟ للالف. انت معناها بالضبط زي كأنه في واسطة او زي الاسناد، في اسناد بواسطة وفي اسناد من غير ايه؟ واسطة. يعني أنا في واسطة بين الايه؟ بين الأول والثاني، لكن حيرجع ليه الأول إلى الثاني مباشرة، أو يرجع إليه بإيه؟ بواسطة. هو هذا اسمه ايه؟ الدور ايه؟ المضمر. وبيان بطلانه أنه يلزم عليه أن يكون الشيء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها، يعني يكون الشيء الواحد سابق على نفسه من جهة، ومسبوقا بها من ايه؟ من جهة اخرى. كما فرضنا، لو فرضنا كده ان عمرا اوجد زيدا، مش كده؟ ده المثال اللي كنت استعلمه، عمرا اوجد مين؟ اوجد زيدا، فيتحصل أن يكون زيد متقدما على نفسه متأخرا عنها، وعمر كذلك. والتقدم والتأخر ده نقيض وده ضد ده، فيلزم هنا إيه؟ اجتماع النقيضين، وهو إيه؟ محال. وهو محال أو وهو باطل. ومع ذلك ما
ما هو راجع الى بطلان الدين، وبطلان الدور راجع الى ايه؟ الى اجتماع النقيضين. هذا موضوع يعني يدور الشيء ويرجع الى نفسه مرة اخرى. اذا ما ينفعش يكون الشيء هو الذي اوجد نفسه، يعني لا يصلح ان نقول كده بالعربي كده او بالبلدي ان يكون العالم وجد بدون موجد، لانه يلزم على ذلك انه اوجد نفسه. ده اللي عاوزين نقوله كده عشان نفهمها كده بالبساطه. لو قلنا ما فيش خالق والعالم موجود هو مشاهد، يبقى معنى كده ايه؟ ما فيش الا ان نقول اوجد نفسه. معنى اوجد نفسه يعني معناها هو موجود قبل نفسه حتى يوجد نفسه، لانه لا معنى لكلمة اوجد نفسه الا ان يكون موجودا فاوجد. ده تحصيل كيف يكون موجود اوجد، وحيكون متقدم على نفسه ومتأخر عنها، وهذا اجتماع ليه النقيضين. خلاص كده. افرض لما العالم ده اوجد عالم ثاني والعالم الثاني اوجد العالم، نفس الحكايه اللي هي المرتبه او بدون ايه؟ بدون مرتبه، اللي هو المضمر والايه؟ والوصف. حتى لو قلنا 50 عالم واخر واحد هو اوجد اول واحد، رجعنا الى ايه؟ الى الدور مره اخرى بس بوسائط. ممكن مرتبه واحده، مولانا مرتبة واحدة، ممكن مرتبتين، ثلاث مراتب، 70,000 مرتبة. المهم لو رجعنا للأول ثاني يسمى ايه؟ الدور. طب أما التسلسل، إذا بيان بطلان التسلسل ايه؟ التسلسل يعني ايه معناه؟ معنى التعريف الأول أمور غير متناهية فين؟ في الماضي. يعني معناها قالوا ان يحدث قبل كل حادث حادث، يعني ما من حادث الا وقبله حادث، وهكذا دون ان ننتهي، يعني الى ما لا نهايه. خلاص كده. يعني ما من حادث الا وقبله ايه؟ حادث. طب والحادث اللي قبله واللي قبله قبله واللي قبله قبله الى ما لا نهايه. وقالوا بيان بطلانه في طبعا كثير طرق كثيره لبطلانه. قالوا مثلا لو افترضنا سلسلتين، حلقات له السلسله، احدهما السلسله الاولى من الان من وقت هذا اللي احنا عايشين فيه ده، سلسله يعني حلقات، سواء سلسله زمنيه اي سلسله، عرض السلاسل اللي فيها حلقات دي. افترضنا السلسلة هتبدأ من الآن وحنرجع إلى الماضي، بس إلى ما لا نهاية في الماضي، بس طرف السلسلة معانا، الطرف الثاني، السلسلة لازم يكون فيها ايه؟ فيها طرفين، الطرف الموجود معانا من الآن والطرف الثاني مش عارفينه فين، ملوش نهاية. وعندنا سلسلة أخرى من عهد الطوفان مثلا، من عهد سيدنا نوح، برضو إلى ما لا نهاية فين؟ في الماضي. خلاص كده؟ أنا بنفترض سلسلتين. ما هو كل بقوله حلقة قبلها حلقة، كل حادث قبله حادث، واعتبر كل حادث يعني حلقة في السلسلة. وجينا نضبط السلسلتين على بعض اللي بيسموه برهان التطبيق ده. طبعا عندنا واحدة زايدة اللي هي منين؟ اللي هي من الآن، وينقص عنها من الآن إلى زمن الإيه؟ الطوفان. يعني الناقص الزائد ده بقدر إيه؟ متناهي، بس عرفناه متناهي بإيه؟ بقياس السلسلة الطوفانية إلى السلسلة الإيه؟ الآنية اللي هي الآن. فعندك نطبق برهان التطبيق، نحط إيه؟ الحلقات السلسلتين على بعضها. طبعا عندنا ايه في السلسلتين؟ في طرفين، في طرف زائد وفي طرف ناقص اللي احنا عرفناه. الزائد اللي هو في الايه؟ في السلسلة الآنية، والناقص اللي هو في السلسلة الايه؟ الطوفانية. ده من الطرف اللي معانا، انما من الطرف الثاني مش عارفين، ده الاثنين ما لهمش ايه؟ نهاية في الماضي.
فلو طبقناهم على بعض اما ان يتساويا دكرات لو تساويا اذا حاجة الاثنين يا اما يتساويا يا اما ايه يتفاوتا في حاجة ثانية غير كده يا في تساوي يا ايه في ايه يا في تفاوت فان تساويا فهذا باطل ليه لو تساوي الاثنين لانه يلزم على هذا تساوي الناقص بالزائد كيف يتساوى لو تساوى الناقص بالزائد يا اما الناقص هيبقى زائد يا اما الزائد هيبقى ايه ناقص ولو كانوا متساويين يبقى كيف سمي هذا ناقص وسمي هذا ايه زائد زي مثلا لو كان الاب والابن موجودان معا فكيف نسمي اي باي معنى يسمى هذا ابا والثاني ابنا لابد يكون في تقدم وتاخر لو كان في تساوي ما ينفعش الاثنين يبقوا الاثنين اب او الاثنين ابن لكن كيف الاثنين واحد اب وواحد ايه ابن وهم مع بعض ما يجيش يبقوا في الحاله دي ايه اخوان مش اب وابن وتوامان يبقى اذا تساوى حيؤدي الى ايه ها الى تساوي الناقص بالزائد وهذا ايه باطل طب كيف عرفنا فيهم واحدة احنا قلنا الاثنين لا نهاية لهم قالوا عرفنا لان الطوفانية ناقصة على الايه على الانية بقدر ايه متناهي طب اما ان تتفاوت وهو قال لك ده مش هيتساوي يعني هيبقى فيهم ايه تفاوت يعني هيبقى فيهم واحدة ها غير الثانية يعني فيهم واحدة زائد واحدة ناقصة ما هو معناها كده قال برضه ما ينفعش كيف ما ينفعش ما انت قلت ينفع ما هم سلسلتين واحدة من الآن إلى ما لا نهاية والثانية من الطوفان إلى ما لا نهاية فإما أن يتساويا وده معناه إيه المساواة الناقص بالزائد وهذا باطل طب خلاص يا شيخ ما تزعلش ده حياة تفاوته في واحدة هتبقى طويلة وواحدة قصيرة واحدة هتبقى يعني مثلا يعني زائدة واحدة ناقصة قال لك برضه ما ينفعش ليه قالوا ان تفاوتك وهذا هو الصحيح فان مقدار التفاوت معلوم منين من الطوفان الى الان وهو ايه مقدار متناه والذي يزيد من مقدار متناه يكون متناهيا ولا بد من انتهاء الحوادث في جانب الماضي يبقى عشان يكون في تفاوت لازم نجيب لهم بداية ما احنا عرفنا التفاوت فين انما الاثنين متساويين في انه دي ملاش نهايه ودي ملاش نهايه ومثل الماضي فلا يمكن يكون التفاوت الا اذا عملنا ايه بدايه للسلسله لكن لو ما فيش بدايه انه مش هينفع يكون في ايه في تفاوت بينهما لان التفاوت عرفناه من الطوفانيه الى الان ده اللي عرفناه انما من جانب الماضي لم نعرفه أقرب هالك أنا بشيء ثاني كان من ضمن ما يروى عن لقمان الحكيم كان يعني أوتي الحكمة قال تعالى لقد آتينا لقمان الإيه الحكمة فكان له إيه صديق يلعب الإيه الميسر وكان مرة ينهاه ويحذره ده يعني حيسلك مالك حيضيع ما تملك ولكنه لم يستمع راح في يوم إيه دخل يعني في يعني مغامرة صعبة هيضحي فيها بكل شيء فاشترط عليه اللي يلعب معه قال له ايه لا بد ان تخرج من مالك يعني مالك كله وانا كذلك من يغلب الاخر يبقى يخرج من جميع ما يملك او ان يشرب البحر كله ده قريب لك بس تسامي شوي يا تشرب ماء النهر او البحر يا اما تسيب ماء وجاء عليه الدور فغلب
فأسرع إلى مين؟ إلى لقمان. مجال ما فيش حد. وهو يعجز عن إيه؟ عن شرب ماء إيه؟ البحر أو النهر. إذا ما فيش حل إلا إنه إيه؟ يخرج من الإيه؟ من المال. ولكن بحكمة وفطنة لقمان أخرجه من هذا المأزق. قال له اقبل الشرط الثاني اللي هو إنك تشرب النهر. تبدأ كده مجنون. قال لا مش مجنون ده، انت كده عاقل، ده صاحبك اللي شرط الشرط هو المجنون مش انت. قال له كيف ذلك؟ قال له هو مش قال لك اشرب الماء البحر؟ قل له فين اول البحر وفين اخره؟ ده البحر لو حدد لك، ما هو البحار متصلة ببعض معاك، فكده معناها انا مش هشرب بحر واحد، انا هشرب بحار العالم، فحدد لي منين يبدأ البحر وسيعجز فيبطل الشرط. يعني كل النهر ده فين بدايه فين اوله؟ عشان واحجز لي كمان الماء اللي جاي عليه من بره، يعني معناها اعمل لي حد كده فين بدايه الماء. احنا شرطنا على ان اشرب النهر، لازم ابدا منين؟ لو احنا مثلا نهر النيل ده ماشي في 9 دول، من الانبع منين؟ اثيوبيا. لكن المنابر دي ليها عيون في الارض متصله بها، اغلق المنابع ده وابدأ لي نحدد بداية النهر فين. وبعدين حيطلع عند هناك، حينزل على الايه، حيدخل على البحر الثاني برضو، اقفل البحر من هنا ومن هنا عشان نحدد. احنا اشترطنا على نهر النيل عشان مش هشرب البحر الاحمر والمتوسط ومش وهندخل وهندخل على المحيطات بعد كده، بس هيعجل. فاحنا ايه الحاصل هنا؟ العجز حيبقى في العقل هنا، يقول لك عشان نعرف القدر المتناهي اللي في الماضي ده لازم يكون للسلسلة ايه؟ بداية. وقالوا لا يمكن، قال ما هو ده تسلسل الى ما لا نهاية. يبقى معنى كده ما فيش ايه؟ ما فيش بداية. فهذا معناه انها مسبوقة، اذا كان ما فيش بداية معناها مش مسبوقة بعدم. واذا كان للسلسلة بداية يعني معناها معناها هنا انها مسبوقة بعدم، يبقى الخلق له اول ولا ملوش اول. وقد صرح الله تعالى في سورة قاف افعينا بالخلق الاول، ده فين الخلق الثاني اللي هو كما ايه بدأنا اول خلق نعيده، الاعادة دي. ها؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ايه؟ وهو اهون عليه. قالوا يعني هل عند الله تعالى اهون؟ اهون ده افعل تقديم مش كده؟ يعني معناه هذا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقالوا افعال الله تعالى ما فيهاش يعني وما مسنا من لغوب. قالوا هذا تقريب، يعني في اجابتين على ذلك، تقريب لافهام الناس، لانه انتم في تصوركم ان البدء هو اللي فيه صعوبة، فيخاطب القرآن الناس بما يفهمون. يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى الذي هو بدأ الخلق يعني أنشأه تمام، فكيف لا يعيده؟ مع أن الإيه؟ الإعادة في تصوركم أسهل من الإيه؟ أهو معنى هو أهون عليه. يعني افترض مثلا ده صعب ربنا أن يعملوش، طب إيه اللي أصعب؟ البداية ولا الإعادة؟ أفعينا، احنا كنا تعبنا وأعيينا في المرحلة الأولى عشان نرهق ونتعب في المرة الثانية. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فإذا كان احنا ما تعبناش في البداية في التأسيس، فكيف ايه يكون التعب والإعياء في الإعادة؟ لو مثلا أنا ألفت كتاب وقعدت أجمع المراجع وأعمل وكذا، تعب شديد جدا، انما لو حبيت اعيده ثاني انسخ تعب. اللي الاسهل الجمع في الاول ولا الاعاده؟ الاعاده هي السهل. وبعض العلماء ارجع الضمير مش على الله تعالى، على الشيء نفسه، على الشيء المعاد. يعني الانسان مثلا اعادته اهون عليه هو من ايه؟ من بدايته. رجع الضمير على نفس الايه؟ الشيء. يعني إعادة الشيء أهون عليه، يعني على الشيء من ايه؟ من بدايته، من ابتدائه من جديد. خلاص؟
تبقى عندك ايه اجابتين. وقلنا التسلسل ده في جانب الماضي لا يقبله العقل، يبقى لا بد ان يفترض انقطاع السلسله يعني بدايتها. واذا وصلنا الى البدايه وقلنا بها يبقى كده وصلنا رجعنا الى ايه، الى ما هو الحق والى ايه ما صرح به القران الكريم. لانه ما من امر محقق الا وقبله امر محقق. ده بالنسبه للماضي، ده محقق يعني موجود، انه ما دخل في الوجود لابد ان يكون متناهيا. اما ما لا يدخل في، لم يدخل يعني مقدر، هذا ممكن يتصور العقل انه غير متناهي. إذن عندك التسلسل في جانب الماضي ما يقبلوش العقل، اما في جانب المستقبل يتصوره العقل. ليه؟ لانه اللي في الماضي ده وجد او لم يوجد، يعني دخل في الوجود ولا ما دخلش. اما اللي في المستقبل لم يوجد بعد، فهذا ممكن العقل يتصوره. ممكن التسلسل تمتد بلا نهايه، ما لا نهايه في المستقبل، بس بالتقدير. لأن كل ما دخل في الوجود سواء كان في الماضي أو في المستقبل لابد أن يكون متناهيا. يعني لما يجي واحد يقول لك مثلا نحمده على آلائه التي لا تستقصى ونعمه التي لا تتناهى، كيف لا تتناهى وكل ما دخل في الوجود فهو إيه؟ لأنه هنا لم يدخل، يعني معناها ما من نعمة إلا ويجدد الله تعالى ويقدر بعدها، ما من نعيم إلا ويخلق، لأن صفة الإيه؟ الخلق في الله تعالى على الإيه؟ على الدوام. فإذا كان التقدير كده يعني منقول ما من أمر محقق إلا وقبله أمر إيه؟ محقق. أما في المستقبل لسه لم يوجد، فما من امر مقدر الا وبعده امر ايه مقدر. فالتحقيق غير التقدير، التحقيق يعني دخل في الوجود ايه بالفعل، اما التقدير لم يدخل في الوجود فعلا. ولذلك يقال ان الله تعالى مقدر الاشياء في الازل، ولا يقال انه موجدها في الازل. خلاص كده فرق بين الاثنين، يقال انه تعالى مقدر الاشياء في الازل، لكن لا يقال انه موجد الاشياء في الازل. ممكن موجد نفس المعنى. زي مثلا جابوا مثال برضو جميل لبيان بطلان الدوره في الماضي، بطلان التسلسل في الماضي، اللي هو ايه؟ لو قال احدنا للاخر لا اعطيك درهما الا وقد إلا إذا أعطيتك قبله درهما، هذا إيه محال وباطل، لأنه مش هتاخد الدرهم أبدا. قال لا أعطيك درهم إلا إذا كنت أعطيتك قبله، فمعناها في كل مرة أول مرة مش هنبدأ، إنه مشترك إيه إنه يكون في قبلها مرة، فكيف هنبدأ؟ أنا مش هعطيك درهم إلا إذا أعطيتك قبله، تنفع دي؟ طب أول مبدأ إحنا الشرط كده مش هينفع، إحنا الشرط فرقت إنك تكون إيه؟ تكون قبلك إديتك، فكده مش هنبدأ. إنما لو قلت لك لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك بعده درهما، دي تمشي، بس بشرط إيه؟ أن يكون المعطي باقيا، وأن يكون المعطي قادرا. أن يكون عنده، معناها دي تتصور إلى ما لا نهاية، قال لك إلى ما لا نهاية، أن الله إيه يخلق عطاؤه كلام، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. طب ليه خزائن ربنا لا تنفذ؟ أنه يخلق من العدم، وكل شيء كن فيكون، فكيف تنفذ؟ إذا خد بالك المثالين واضحين. لو قلت في الماضي مستحيل، لانه معناها مش هنبدا ومش هتتصور في العقل، لانه اذا اول احد انا هعطيك الدراهم، بس ايه هو الشرط؟ بس كيف نبدا؟ المره الاولى محال تبدا،
والمرة الثانية اللي بعدها متوقفة على الأولى، والأولى لسه لم تبدأ، فمش هتبدأ الثانية إذا كان الأولى مش هتبدأ. أما بالنسبة للمستقبل ها، هذا متصور بس بشرط أن يكون اللي هيعبك ده يكون يعني له صفة الدوام. ولذلك من ضمن يعني الملح بتاعت أو الخواطر بتاعت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى لما كان يفسر كان تجي له إيه أشياء لم يسبق بها إيه المفسرون، وهي موجودة في إشراقات كده فتوحات إلهية. يعني مثلا يقول عندما يذكر الله تعالى من كلف جانب المستقبل كده يعني معناها منسد، وذلك قال تعالى خالدين فيها إيه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم صدق الشاعر في كلمة اللي هو لبيد وكذبه إيه في الثانية الشطر الثاني لما قال كل ما خلى الله باطل، لكن في الثانية كل نعيم لا محالة زائد، قالوا لا يعني معناها ده باقي ليه. قال ايه تعبير القرآن يقول فأولئك يدخلون، يدخلون ده ايه فعل مضارع، فعل مضارع يقول ليه تجدد والاستمرار، لكن مع احتمال العقل انه يعني يستمر كام يعني في الجنة كام يعني 100 سنة 1000 سنة، لكن هو برضه يجي فيه تنقطع البقاء او ينقطع النعيم. لكن مرة ثانية عشان يطمن شوف التعبير الأول كان بالمضارع، والمضارع فيه معنى ليه، وجاء في آية أخرى يقول أولئك أصحاب الجنة، كيف بالجملة الإسمية أصحاب بالإضافة. لما تكون أنت مثلا لو قال يسكنون الجنة أو يتنعموا في أصحاب يعني معناها أنت مش ساكن ومش مستأذن صاحب بيت، يعني معناها في دوام يعني انت صاحب البيت يبقى في دوام الاقامه هنا، لكن ممكن البيت ده ينهدم وممكن صاحبه يموت كده، زي ما الرجل اللي بنى دار وقال الناس تعالوا شوفوا كده منظرها وشوفوا جمالها هل تروا فيها عيب، الناس تدخل تاكل بس ما فيش اي ولا حد، بل مالوا كونهم خلاص وما فيش اي حد، وخذوا الجائزه كيف هذول اثنين في اخر قال احنا وجدنا فيها عيبين، عيبين ده الملك لا يرضى بعيب له صاحبها يعني لا يرضى بعيب واحد، فكيف به ده حيجيب البنائين واللي عملوه حيقتلوا. لا الحكاية مش في البنائين ولا مليل، أما العيب الأول تخرب الدار مهما كان أي وقع، والعيب الثاني يموت صاحبه. وهل في دار لا يموت صاحبه إلا الدار الآخر جنة مش موت فيها، والدار اللي فيها العذاب برضو لا يموت فيها ولا أحد، والجنة طبعا إيه خلاص كده. يبقى إذن قلنا المرة الأولى قال إيه قال يدخلون، والمرة الثانية قال أصحاب، وعشان يطمنك قال إيه خالي هم فيها خالدون، عشان ينفي إيه انقطاع التنعم بالموت، ما فيش خلود يعني ما فيش موت، لا ليس هناك اي موت. طيب برضو مهما كان الاحتمال العقلي يجوز برضو انه ينقضع، فهي في اية وحيدة في القرآن كله ما قالش في الجنة ولا قال يدخلون ولا جاب الاسم ولا جاب الاستقرار، قال ايه واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، قالوا هنا اصدق صفة من صفات الله ودائما بدوام الله، يعني معناها مش هيحدث انقطاع ابدا خالص، لو كان فعل ممكن يحدث لما ده صفة، والصفة معناها ايه الاول يدخلون فعل وده افعال دي كلها، لما نتعلق الامر به بالصفة انت معناها دوام ايه لا نهاية له خلاص كده. يبقى عندك هنا امثلة للدور اخرى، لو قلنا كده اتكلمنا في الان في الدور في ايه في التسلسل، العالم وجد بنفسه من العدم زي ما قلنا كده، يقتضي ايه ده في العقل كده، يقتضي ان يكون الكون او العالم الا لنفسه وان يكون معلولا لها، واضح كده. والعلة في المرتبة الذهنية متقدمة على الايه على المعلول، لكن في الناحية الزمنية ما فيش تقدم ولا فيش تأخر، ما فيش تلازم، العلة مع ايه معلولها في آن واحد،
انما بس مرتبة عقلية، انه العلة متقدمة على المعلول، تقدم علة ومعلول. التقدم ليه انواع، في تقدم ذاتي، في تقدم علة ومعلول، في تقدم طبع، في تقدم بالزمان، في تقدم بالشرف، في تقدم بالمكان. اذا هنا تقدم العلة والمعلول في زمن خلاص. يبقى معنى كده اذا كان العالم موجود بنفسه، يعني كده طلع كده من نفسه من غير حي، وده مش ما تعقلش ابدا. انا مش مثلت لكم المره الماضيه قلت لك انا ايه، انت قاعد وسط ناس كده وسط مجموعه، فجاه كده راح واحد لطمك على ايه على قفاك واختفت اليد، ونظرت يمينا وشمالا ولقيت الناس كلهم في هدوء تام كده. بعدين ايه اللي حصل ده يا اخواننا؟ وانتوا سمعتوا اللطمة، قالت لا لا ما فيش حد لطمة، ده لطمة كده من غير لاطم، مش هم هيجنوك، مش حتف. لا يمكن ان تصدق ان اللطمة دي جايه من نفسها، لا يمكن ابدا. مهما اقنعوك لو اجتمع الاولون والاخرون وقالوا لك انه ده اللطمة دي ما حد جايه من نفسها كده، ده حتى السنوسي قال انه تقرر حتى في طبع البهائم حمار انه لما يشوف الخشبة ينفر منها، لانه مش ممكن حيكون ايه يضرب من غير ايه، من غير الخشبة، من غير فكده ما حدش ايه يعني يمكن هذا، ده فطر الناس. يبقى لو قلنا كده، لو قلنا افترضنا انه وجد من نفسه، يبقى معناه هذا انه ايه، انه الكون الا لنفسه ومعلول ايه لها في آن واحد، والعلة تقتضي ايه انها تكون سابقة على مين، على المعلول. طب وبما ان العلة هي المعلول، يقولنا العالم فيها من نفسه، فان هذا الكلام يقتضي وجود الشيء سابقا على نفسه. واذا كان الشيء سابق على نفسه يعني معناه كده ايه متأخر ايضا عنها، وهذا فيه تناقض في جمع النقيضين، وهذا محال عقلا. يعني زي ما يقولوا مثلا اول ايه، اول دجاجة متوقف وجودها على ايه، على اول بيضة، اول دجاجة في العالم. لابد الدجاجة دي منين؟ من البيضة اللي فقط. لابد البيضة منين؟ يبقى اول دجاجة متوقف وجودها على اول بيضة، واول بيضة متوقف وجودها على اول ايه، على اول دجاجة. يا اما بواسطة، بواسطة 70-80 دجاجة، او بغير ايه، بغير واسطة. اذا فالعلة، العلة في وجود الدجاجة الاولى هي ايه، هي البيضة الاولى، والعلة في وجود البيضة الاولى هي ايه، الدجاجة الاولى. اذا الدجاجة الاولى لا توجد الا اذا وجدت هي فانتجت بيضة، فسقطت البيضة عنها، فدار الشيء على نفسه. خلاص كده معناها كده، ان طالما قلنا الدجاجة الاولى متوقفة على البيضة الاولى كده، والبيضة الأولى متوقفة على الدجاجة الأولى، فمعنى كده لا توجد الدجاجة الأولى إلا إذا وجدت هي فأفقست بيضة، فأفقست البيضة عنها. كيف كيف أما هي اللي أفقست البيضة والبيضة هي اللي فقستها؟ خلاص كده، هذا هو الدور إذا نسيته فافهم موضوع ليه الدجاجة والإيه والبيضة. وقد ذكروا في التسلسل براهين في استحالته، أظهرها وأقربها إلى الفهم ما ذكرناه له إيه؟ موضوع برهان له التطبيق اللي احنا ذكرناه الآن، سلسلتين يعني تطبق سلسلة على إيه؟ على سلسلة أخرى. ثم أعلم بأن الملل كلها أجمعت، كل الملل يعني ده مش خاص الكلام ده بملة المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا حتى المشركين ولئن سألتهم من خلقهم
فقولهم هذا انه لهم بداية، يعني لم يخلقوا انفسهم، لم يدعوا، يعني كلام الفلاسفة ما قال به حتى اهل الشرك، حتى المشركين ثم اعترفين انهم لهم بداية، خلاص. وحتى الحلول والاتحاد اللي تكلمنا في المرة ما قال به حتى الكفار، لان الكفار لم يجعلوا الهتهم عين الله، وانما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، فجعلوا ايه دول غير، بس ما قالوا ان هم الملل كلها اجمعت على حدوث ما سوى الله تعالى، حتى اليهود والنصارى، حتى المجوس، حتى الكفار، ولم يخالف في ذلك الا شرذمة من الفلاسفه، فلسفه دي هي يعني مصيبه. وتابعهم على ذلك بعض من ينسب نفسه للاسلام، بعض الناس يغتر في بعض الكتب بكلمة حدوث العالم عند الفلاسفة، معناها الاحتياج والاستخارة، ليس معناها سبق العدم، لأنه لو نفينا سبق العدم حنمس الاختيار، يعني حد الله تعالى فاعل بالإيجاب الذاتي، زي ما تحرك الشمس تتحرك العجلات، إذا ما فيش اختيار ما فيش سبق عدم. في من الفلاسفة ذكرهم الشيخ الدردير ابن سينا والفارابي، اللي هم ايه قالوا ايه بقدم العالم، وفي قولهم بحوادث لا اول لها، قالوا ان في حوادث اللي احنا قلناها، وهذا معناه ايه التسلسل في جانب الماضي، وكلمة حوادث يعني معناها لها ايه لا بداية لها اول، وفي كلمة لا اول لها ده يعتبر ايه تناقض، لان الحادث ما له اول والقديم ما ليس له اول، فاذا قلت حوادث ولا اول لها، فقالوا لا ده احنا هم كمان مستهلين، قالوا احنا نقول لا اول لها باعتبار النوع، ولها اول باعتبار الافراد، يعني كل فرد من الحوادث له اول، ولكن نوع الايه يعني نوع هذه الجملة بتاعتها ليس لها أول، فنقول لهم لا يمكن أن يكون النوع، لا يوجد النوع إلا بوجود على الأقل فرد واحد، فإذا ثبت الحدوث للأفراد يلزم منه حدوث الإيه النوع، لأنه هل يوجد نوع بدون أفراد؟ الإنسان ده نوع ولا جنس؟ نوع، إنه فيه جنس واتحاد، زيد مع عمرو يعني ممكن يكون بيننا اتحاد، بس مش في 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 التشخص، اتحاد في النوع، والاتحاد في النوع يسمى مماثلة، كاتحاد عمرو مع زيد في الإنسانين، بقول لك أنا وأنت واحد، مش معناها أنا دخلت فيهم، لا ده أنا وأنت واحد، يعني أنا إنسان وأنت إنسان، يعني اتحادنا في إيه؟ الاتحاد في النوع ده يسموه إيه؟ مماثلة، عندك مماثلة وعندك مشابهة وعندك مضاهاة وعندك مساواة وعندك مطابقة، قال الثمن أنواع، كل واحد فيهم ليه معنى يختلف عن الثاني، نشرحهم مرة ثانية إن شاء الله. والاتحاد مثلا لو أنا اتحدت مع الفرس في الحيوانية، وهو حيوان ناطق، أنا حيوان ناطق وهو حيوان، اتحدنا في الجنس، اتحاد في الجنس هنا، الاتحاد انا وانت ده في النوع، انما اتحادي مع الفرس في الايه في الجنس، فالاتحاد مع من هو من نفس الجنس اسمه مجانسة، تمام كده، يعني لو اتحدنا في جنس واحد يبقى مجانسة، ولو اتحدنا في نوع واحد اسمه مماثلة، خلاص كده بس. وبعد كده في مساواة اللي هو الاتحاد في الكم، يعني ده يساوي ده، حتى يقول لك يعني المثل القماش ده يساوي في الايه في الكمية، يعني دول 10 متر ودول 10 متر، ده ايه مساواة. وفي بعد كده في الايه في الكيف، بعدين نشرحهم مرة ثانية لما ندخل فيهم ان شاء الله. مولانا الفرق بين القدم النوعي والقدم الشخصي فين؟ ما هو اللي قلناه الان ده، يعني قالوا هي نوعها قديمة، القدم الشخص الأفراد، يعني كل فرد حادث، يعني أنت حادث وأنا حادث وأنا حادث، لكن نوع الإنسان قديم، أو ده القدم النوعي، لكن هو نفس الموضوع، هو لو قلنا بقدم النوع يلزم منه قدم الأفراد. لا
الشخص اللي هو الشخص يعني. بالله عليك كيف يكون نوع الإنسان قديما ويكون أفراده حادثة مع أن النوع لا يعقل إلا بوجود أفراده؟ فأفرض ما فيش ولا حد حتى آدم مش موجود ولا إنسان، وكيف يكون في إنسان؟ لا بد إذا كان إنسان يعني فيه في أفراد كده، حيوان في أفراد وهكذا، لما ما فيش ولا فرق إذا معناه ما فيش النوع. إذا انتفت الأفراد حينتفي النوع، وإذا وجد النوع حتوجد الإيه؟ فهو ده القدم النوع ده البلد، ويلزم منه قدم الأفراد اللي أنت تقول عليه تسميه الشخص اللي هو الشخص. إنه هل في شخص من غير؟ إذا وجد النوع هم قالوا كده أرادوا أن يهربوا، فقالوا ما نقول بقدم الأفراد وإنما نقول بقدم النوع. وقلنا النوع لا يوجد، لا يوجد في العقل إلا إذا وجدت أفراده. لما نسمع كده نوع الإنسان يبقى زي بكر أو حتى إنسان واحد، لما ما فيش حد أبدا يبقى كيف يكون موجود النوع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ أو كيف أنتم معي مش مع الفلاسفة؟ يبقى في قول حوادث لا أول لها فإيه؟ تناقض، لأن الحادث له إيه؟ له إيه؟ له أول. وأجابوا الأمة الجماعة قالوا بانفكاك الجهة، والجهة ما تنفكش في كل حاجة، هم يحبوا فكوها لكن هي ما في ما فيهاش إيه؟ حوادث باعتبار الأفراد ولا أول لها بحسب النوع، وهذا مردود لأن النوع لا وجود له في الخارج إلا بوجود الأفراد. خلاص صح، النوع موجود في ضمن الايه؟ في ضمن الأفراد. حنقول لكم يعني كلام الفلاسفة كده زي ما قالوه بالضبط، يمكن يكون عندكم في بتاع الشيخ المطيعي كده موجود هنا، أنا ناقل الكلام ده منه، بيقول كده هنا بيقول لا خلافة كده لأحد، خد بالك من الكلام ده، لا خلاف لأحد من العقلاء في حدوث العالم بأسره ووجوده بعد العدم، بعدية خارجية. والفلاسفة كغيرهم قائلون بأن مرتبة وجود المعلول لا يمكن أن تكون في مرتبة وجود العلة لا عقلا ولا خارجا، بل يلزم منعا لتحصيل الحاصل المحال بداها بأن يكون المعلول معدوما عقلا وخارجا في الآن الأول يعني في الأزل لوجود العلة، ويلزم منعا للترجيح بلا مرجح المحال ضرورة أيضا أن يكون المعلول في الآن التالي للآن الأول لوجود العلة، يعني في اعتبارين. لكن التلازم ده يبقى معناه آن واحد ولا اثنين؟ آن واحد. نفي الاختيار، نفي سبق العدم، يبقى معناه ايه؟ آن واحد. ولو كان آن أول وآن ثاني إنما هو في العقل وليس في الوجود الايه؟ الخارجي، لأن في الوجود الخارجي ما فيش تقدم زمان، إذا في عندك ايه؟ علة وإيه؟ ومعلول، والعلة تدور مع معلولها وجودا وإيه؟ وعدما. وأما معنى قولهم يلزم أن يكون وجود المعلول مقارنا لوجود العلة في الزمان، فإنه لا يلزم من مقارنة لها في زمان وجودها أن يقارنها في الآن الأول لوجودها، لأن البرهانين القطعيين الضرورين لدينهما تحصيل الحاصل لو قارنها في الآن الأول، والترجيح بلا مرجح لو تأخر عن الآن التالي للآن الأول. اقتضى أن يكون وجود المعلول مقارنا لوجود علته في رجعنا هنا إيه؟ لمقارنة المعلول لإيه؟ لعلته، والعلة لمين؟ لمعلولها. وأن يمتنع مقارنة بوجودها في الآن الأول، ده مرض امتناع فين؟ في المرتبة العقلية فقط. إذن المشكلة اللي عند الفلاسفة اللي هي قالوها هذه جاءتهم من إيه؟ من تعريف الزمان. هم لما تكلموا أتفضل، لما تكلموا عن القدم الزماني، ها؟ إيه تعريف الزمن عند عند الفلاسفة أو عند أول نعرفه عند الأشاعرة؟ وبعدين نتكلم على مين؟ على تعريفه عند الفلاسفة. خذ تعريف الزمن عشان حتفهم عليه
ايه اللي اداهم الى هذا التلازم؟ الاشاعر او المتكلمين قالوا الزمن ها عبارة عن ايه؟ متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم. متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم وحيزيل ابهامه ازالة لابهامه. ثاني كده اقول ثاني التعريف متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم وقد يتعاكس. كنت نقول متجدد لأن الزمن ده لا يوجد إلا فيما هو متجدد. يعني إيه معنى فيما هو متجدد؟ التجدد يعني ها؟ يعني الحدوث. يعني الزمن ده مقارن لما هو حادث لأن القديم ليس فيه تجدد فلا يجري عليه زمن ولا إيه ولا مكان. يبقى متجدد ثاني معلوم يقدر به متجدد ايه مبهم إزالة الإبهام. وقد يتعاكس التقديران. يعني ممكن نعكس المبهم بالمعلوم والمعلوم بالمبهم فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى أخرى مرة ثانية ذاك بهذا. والتعاكس زي ايه؟ هجيب لك المثال عشان تفهم ايه عكس نقدر متجدد ومتجدد. وممكن نعكس. كيف نعكس؟ فنقول مثلا انت بتخاطب واحد بس لابد ان يكون الامر متصور ومعلوم للمخاطب. فاذا عكس التصور او العلم في الاول يتجدد له العلم به في الثاني واذا انعكس في الثاني يتجدد له في الاول. المثال حيوضح لك. فاذا قيل مثلا عرفنا امرين قلنا متجدد ليه لمتجدد بس في واحد معلوم وفي واحد غير معلوم. فاذا حصل في المخاطب حصلت الصورة او حضر عنده المعنى يزول الايه يزول الابهام. فاذا قيل مثلا متى جاء زيد؟ بسألك أنا متى من الزمان؟ متى جاء زيد؟ بخاطب واحد فقال عند طلوع الشمس. يبقى ايه المعلوم عنده؟ ها؟ طلوع الشمس. وايه المبهم؟ مجيء مين؟ وقت مجيء زيد. مجيء زيد. فإذا قلت لإنسان متى جاء زيد؟ فقال عند طلوع الشمس. إن كان المخاطب مستحضرا لطلوع الشمس وليس مستحضرا لمين؟ لمجيء زيد. ده المثال عاوزين نعكسه. فأقول له متى طلعت الشمس؟ ده المبهم ده وعنده معلوم مين؟ مجيء زيد. فيقول لي عندما جاء زيد. يعني إذا واحد هما أمرين أنا لا أعلم متى طلعت الشمس لكن اعلم وصول زيد. اذا عندي خفي علي واحد وعلمت الثاني انا اعرف الوقت الذي جاء فيه زيد الساعة السادسة مثلا فاقول لك متى طلعت الشمس فاقول فتجيبني عندما جاء زيد. اذا انت اللي كان مبهم وغير معلوم اللي هو ايه طلوع الشمس فبتسأل عنها لانه لا تسأل عما هو حاضر عندك ومفهوم انما تسأل عن اللي هو ايه الذي ليس معلوما حتى تزيل ايه ابهامه. اما اذا كنت عالما بايه بطلوع الشمس وليس عالما بوقت مجيء زيد فيكون السؤال ايه متى جاء زيد وانت تعلم بايه بطلوع الشمس فتقول عندما طلعت الشمس. إذن تعاكس التقديران ولا ما تعاكسوش بس بحسب حالة مين حالة المخاطب بأي الأمرين هو إيه هو عالم. يبقى إيه المتجدد وإيه المتجدد؟ أولا طلوع الشمس ده متجدد ولا مش متجدد؟ طيب وما جاء زيد متجدد ولا مش متجدد؟ فلازم عشان يكون في زمن يكون في حاجتين متجددتين حادث مع حادث. متى مات فلان بعد صلاة العصر
لو كان صلاة العصر دي ليست حادثة ليست متجددة خلاص مش ممكن نربط بها نص مثلا خلاص كده ينفع ينفع الجلاب الزمن معناه مقارنة متجدد ها معلوم ها لمتجدد مفهم إزالة لإيه لإبهام ده تعريف الزمن عند مين عند الأشاعرة وعند المتكلمين ولذلك قالوا الزمن ده موهم أمر اعتباري وهمي لا وجود له ده الزمن عند مين عند المتكلمين أو عند الأشاعرة دول الفلاسفة عرفوا الزمن كم تعريف كذا تعريف تقريبا أربع تعريفات اختلف الفلاسفة في تعريف الزمن فقالوا جوهر 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 مش عرف جوهر مجرد يعني ليس بجسم ولا جسماني ولا يقبل العدم لذاته عشان كده قالوا بالقدم الزماني وهذه أقبح كلمة صدرت منهم جوهر جوهر مجرد يعني من المجردات ليه قالوا مجرد عشان ما فيش تحيز انه جوهر عند المتكلمين في ايه تحيز انهم عند الفلاسفة لا جوهر مجرد ليس بجسم ولا ايه جسماني ولا يقبل العدم لذاته فيكون الزمان او الزمن عندهم واجبا لذاته إن معناها عندهم ايه لما تسمع القدم الزماني عند الفلاسفة ما تفهموش انه مدد متجددة ده بيقول لك موجود ها وجوهر وليس بجسم ولا جسماني ولا يقبل العدم لذاته يبقى القدم الزماني عندهم زي القدم الايه اللي احنا بنقول عليه القدم الذاتي انه لا يقبل عدم لذاته يعني معناها واجب ايه الذي لا يقبل عدم لذاته نقول ايه ده التعريف الاولاني التعريف الثاني للزمن عند الفلاسفة قالوا هو الفلك الأعظم عندك أفلاك وفي فلك أعظم أكبرهم ده هو الزمن التعريف الثالث قالوا الزمن هو حركة الفلك الأعظم وهو إذا تحرك هينتج من الحركة إلى الحركة الثانية زمن تمام كده كم تعريف دولة ثلاثة الرابع قالوا هو مقدار الحركة الفرق بين الثالث والرابع انه جعلوا الزمن هو نفس الحركة والرابع جعل مقدار الحركة يعني بين الحركة والحركة الاخرى يبقى في زمن انه لو في حركة ما فيش حركة بعدها مش هيبقى في ايه في زمن اذا الان عرفنا تعريف الزمن عند مين عند الفلاسفة وعند الأشاعرة تعريف الزمن عند ناخذ الأقرب تعريف اللي هو مقدار حركة الايه الفلك يعني أول ما يتحرك الفلك من حركة إلى حركة وما يرجع إليها من الساعات وأجزائها وتعاقب الليل والنهار يلزم على تعريف الفلاسفة للزمن أن يكون الزمان متأخرا في الوجود عن حركة الفلك مش كده مش الزمن هو عبارة عن ايه عن حركة الفلك طب والحركة دي مرتبطة بايه بالفلك والفلك قبل ان يتحرك يبقى ما فيش زمن والزمن حيكون بعد الحركة ولا قبل الحركة يعني معناه وجود الافلاك نفسها عند الفلاسفة ليس في زمن لان الزمن هو عبارة عن حركة الايه الافلاك لا ولسه ما تحركت يبقى ما فيش زمن فاذا تحركت كان ايه الزمن يلزم على هذا ان يكون الزمان متاخرا في الوجود عن حركه مين عن حركه الفلك ولازم ان يكون الفلك وحركته وسائر الموجودات المتقدمه على الفلك وحركته في الوجود متقدمه على الزمان نفسه فلا تكون أعدامه خد بالك ما الفلك ده فيه مخلوقات أخرى موجودة قبله العرش مثلا والأفلاك الأخرى والزمن عبارة عن الحركة اللي ايه ناتجة عن الفلك يبقى الموجودات اللي منها الفلك والموجودات الأخرى التي وجدت قبل حركة الأفلاك يبقى معنى كده أن هذه الموجودات متقدمة على الزمن ايه على الزمن نفسه
فلا تكون أعدامها السابقة على وجودها في زمان. إذا كان وجودها مش في زمن وأعدامها سابقة على إيه؟ على وجودها. إذا أعدامها أيضا ليست في إيه؟ ليست في زمان، بل تكون أعدامها أيضا سابقة على الزمان كما أن وجودها سابق على إيه؟ على الزمان. فلذلك قالوا بإيه؟ لما يكون وجودها سابق على الزمن وأعدامها السابقة على وجودها سابقة على وجودها ووجودها نفسه سابق على الزمن، إذا معنى هذا قالوا بقدم هذه الموجودات السابقة على الزمان قدما زمانيا. والقدم الزماني عندهم زي ما فسرناه لا يقبل عدم لذاته، وما دامت هذه المدد ملهاش نهاية وملهاش أول إذا يلزم منها إيه؟ قدم العالم نفسه، لأنه مرتبط إيه؟ وجوده بإيه؟ بهذه الأشياء. بمعنى أن أعدامه ينظمه، وإن كان كل واحد من هذه الموجودات موجودا بعد أن كان معدوما. وطبعا عندهم ما فيش لازمة للكلام ده، لأنه إيه معنى موجود قبل أن يكون معدوما؟ هو وجوده ليس في إيه؟ ليس في زمن. فكل منهما منعدم في الأجل فلا تجزع. بالنسبة للمتكلمين في الزمن في الأجل خلاص كده. وطالما ليه ما في الزمن في الأجل؟ الزمن ده فيما لا يزال كده. عندنا الأجل وعندنا ما لا يزال. لماذا لا يكون الزمن في الأجل؟ الزمن في ايه؟ في ما لا يزال، يعني فيما له بداية. الأزل معناه ما ليس له أول، وما لا يزال معناها ما له أول. فعندك في مصطلحين في اصطلاحات العقائد والكلام، تجد مثلا يقول لك في الأزل، وتجد عبارة أخرى في ما لا يزال. إيه الفرق بينهما؟ الأزل معناه ما ليس له أول، وما لا يزال معناه ما له إيه؟ أول. طيب لماذا لا يكون في الأجل زمن؟ ليه؟ لأن في الأجل لا تجدد. وإحنا قلنا عند المتكلمين مقارنة متجدد ليه؟ لمتجدد. وفي الأجل تجدد يعني حدوث، مقارنة يعني حادث لحادث، وفي الأجل لا حادث. يبقى معناها لا تجدد، وطالما لا تجدد لا مقارنة متجدد، ما فيش تجدد وما فيش حادث. واحنا قلنا العبارة كده مقارنة متجدد لمتجدد، والمتجدد ده او الحادث كان في الازل ام وجد فيما لا يزال؟ ها، وجد فيما لا يزال. اذا الزمن يجري على الايه؟ على المحدث، ويجري على المخلوقات، ولا يجري على الخالق. ولذلك ما فيش في عند الحق سبحانه وتعالى لا ماضي ولا حاضر ولا بدل الزمن، من مقارنة لمقارنة. ولا يتجدد عنده سبحانه وتعالى شيء. والتجدد بالنسبة للمقارنة احنا مع بعضنا نقارن نفسنا بقوم نوح، نقارن نفسنا بقوم سيدنا ابراهيم، نقارن مثلا انسان بانسان، عمر بعمر، يعني شيء يتجدد يعني يحدث بالشيء الاخر يحدث. فاذا قارنا بينهما انتزعنا من هذه المقارنة فيما هو يتوهم حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها الزمن. ايه سببه؟ ان هذا متجدد، يعني ان هذا حادث وان هذا حادث. والمقارنة بينهما في الدين الانتزاع عليه الزمني، خلاص؟ لأنه الزمن عبارة عن إيه؟ حتى لو قلنا بكلام الفلك عبارة عن حركة الفلك والأفلاك وما خلق قبل الأفلاك، وقبل أن تتحرك الأفلاك وما فيش إيه؟ في الزمن. يبقى الحركة دي حادثة ولا مش حادثة؟ حادثة. وما قارنها حادث ولا مش حادث؟ حادث. إذن برضو ممكن حتى لو خدنا بكلامه، بس بشرط ان يكون متجدد. لكن ما عندهم قالوا ايه؟ لانه قديم بذاته، يعني لا يقبل عدم لذاته. وطالما لا يقبل عدم لذاته يلزم عنه قدم الايه؟
العالم نفسه ولا يغني عنهم ما يقولونه. لا ليس أمامنا إلا أن نأخذ ونعتقد بقول أهل السنة أو الأشاعرة أو علماء الكلام أن الزمان هو الامتداد الاعتباري الذي ينتزعه العقل من ترتيب الموجودات، يعني من ترتيب الحوادث، وهذا لا يكون إلا فيما لا يزال. أما في الأزل فلا حادث ولا متجدد فلا زمان، وتقدم بعض الموجودات وتأخرها عن بعضها مقارنة لبعضها. وإذا لم تكن هناك متجددات ولا متغيرات لا يكون هناك زمان. وذلك قبل خلق تمام، قبل الخلق تمام كيف يكون الزمن؟ مقارنة متجدد لمتجدد، زي ما قارنا طلوع الشمس بمجيء مين؟ زيد، او مجيء زيد بطلوع الشمس. يعني لو ما طلعش الشمس كيف حنقارن مجيء زيد بها؟ ولو ما جاء زيد يبقى لازم يكون في امرين، في اعتبارين مش اعتبار واحد. وهذا الامتداد اللي احنا قلنا عليه اللي هو التجدد ده منطبق على جميع الموجودات ما سوى الخالق سبحانه وتعالى، لأن كل الموجودات متجددة ولا مش متجددة؟ وتقارن بعضها في التجدد أو لا تقارن؟ إذا هذا المعنى ممتد ومنسحب على جميع المخلوقات أو على جميع الموجودات ما عدا مين؟ ما عدا الحق سبحانه وتعالى، من أول موجود إلى ما لا يتناهى من الموجودات المترتبة في الوجود والمتعاقبة فيه. ولذلك عندنا احنا عند المتكلمين وعند أهل الزمن ده يعتبر ايه؟ مقارن لمين؟ لأول حادث، لأول موجود. أما عند الفلاسفة عندهم بعض الموجودات ليست في زمن اللي هي للفلك وما تقدم عليه، لأنه عندنا احنا ربطنا الزمن بالحادث، هم ربطوه بحركة مين؟ بحركة الأفلاك. إذا الأفلاك عنده يعني عندهم بعض الموجودات ليست في زمن اللي هي الأفلاك وما تقدم عليها، أما نحن عندنا كل الموجودات في زمن، حتى الأفلاك، حتى الأفلاك، حتى ما قبل المهم من أول حادث إلى ما لا يتناهى من الحوادث. لذلك قالوا يعني أهل الكلام إن كل الموجودات زمانية، أما عند الفلاسفة مش كلها إيه؟ زمانية. وحادثة في أزمان، بمعنى أنه ما من موجود إلا وجوده وعدمه في زمان، بمعنى أن عدمه سابق على إيه؟ على وجوده، ووجوده لاحق على إيه؟ على عدمه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الزمن يجري على إيه؟ على كل الموجودات ولا في استثناء؟ كل الموجودات الحادثة إلا إيه؟ القديم سبحانه وتعالى. وكل من الوجود والعدم ينطبق عليه هذا الامتداد، ولهذا لا تعلم خلافا بين من يعتد بهم في حدوث العالم بأسره، سواء قلنا بهذا الكلام أو حتى قلنا بكلام الفلاسفة، بس بشرط أن يجعل الزمن ينزع كلمة أنه لا يقبل العدم لذاته. طب هناك عندهم شبهات نختم بها مبحث حدوث العالم، وبعدين نقرأ كلام الشيخ إذا اتسع الوقت. من ضمن الشبهات حول قضية حدوث العالم، خلاص احنا قلنا دليل المتكلمين وقلنا دليل مين؟ دليل الفلاسفة، في قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، دي دلالة أكيدة أكيدة واضحة على أن كل ما سوى الله تعالى حادث. يعني
وجوده مسبوق به بالعدم. اشتبه على البعض قوله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، في جملة جاءت معه وكان عرشه على الماء. قالوا لو لم يكن العرش موجودا دائما لما جاز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. ولذلك قالوا بالقدم النوعي، يعني لما قالوا أنا عاوز يقولوا إن العرش ده موجود بصفة دائمة، كأن العرش نوع وله أفراد. وهذا صرح من موجود في كلام ابن تيمية أن الله تعالى لم يزل يخلق عرشا ويعدم عرشا حتى يكون العرش موجودا مع الله تعالى دائما. ده اللي هو القدم ليه القدم النوع. قالوا منين الشبهة دي؟ قالوا لو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، جاب جملتين مع بعض، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني معناه ده نفي ما سوى الله، ولكنه في نفس الوقت قال وكان عرشه، يعني يريد أن يقول لك كان الله وعرشه على الماء. عاوز يقول كده، عاوز يقول كده عشان شيء ريح. فقال لو لم يكن العرش موجودا بصفة دائمة كيف يقول، ولسه قال كده كان الله ولم، والحديث في البخاري خلي بالك في كتاب بدء الخلق وفين وفي كتاب التوحيد كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان كان الله وكان، يعني عاوز اقول لك ولكن لو كانت كان هي كان لما أعادها مرة أخرى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لأن كان الأولى مش معناها زمن، لأن وجود الله ليس زمانيا إلا لدخل في جملة الإيه الموجودات، إنما كان الأولى معناها الكون الثبوت، يعني معناها الأولى كان دي معناها كون الله يعني ثبوته يعني وجوده بس في زمن، كان مشتقا من ايه من الكون، والكون معناه ايه الوجود، الكون هذا له كون وهذا ليس له كون، هذا مش موجود، كان الاولى معناها الوجود من الكون، وكان الثانية في زمن، احنا قلنا الزمن ده ينتزع او امر ينسحب على كل موجود الا من الا الله تعالى. ليه؟ لأن وجود كل موجود في زمن، أما وجود الحق تعالى ليس له زمن. أما اللي قال كان وكان معروفة بتقال على إيه؟ على زمن، كان في الأزهر زمان في شيخ مش عارف يبقى معناها زمن من زمن، ولذلك كان الأولى غير كان الثانية، فجاءتهم الشبهة وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، قالوا لو لم يكن العرش موجودا دائما لما جاز أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكان، يعني اعتبروا كان الأولى زي كان الثاني. والجواب نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف لا تفهمون وكيف لا تعقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، فدل ذلك على أنه كان وحده، لأن كونه تعالى أزلي لا بداية له، وكون العرش حادث له بداية. ولو قلنا أن النبي أراد ما قالوه أن الله تعالى لم يزل وعرشه معه للزم من ذلك إبطال المعنى المستفاد من العبارة الأولى، لأن هذا الزعم يناقضها. يبقى العبارة الأولى أفادت إيه؟ أفادت انفراد الحق وحده في الوجود مش كده؟ والعبارة الثانية أفادت اشتراك العرش معه في الوجود كده؟ يبقى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كر بالعبارة الثانية على بطلان العبارة الأولى، يعني كأن كلامه صلى الله عليه وسلم فيه تناقض وحاشاه ما ينطق عن الهوى.
يعني كانه عاوز يقول لك انه ربنا كان وحده، وبعدين الراجل قال لا لا ما كانش وحده، ده كان معاه العرش. يعني معناه كانه كذب الجمله الاولى. وكيف يقع التناقض او الاختلاف في كلام من لا ينطق عن الايه؟ عن الهوى. فنقول لهم انه كان الاولى معناها الوجود، وكان الثانيه معناها الايه؟ الزمن. فهذا الحديث دليل صريح على قطع سلسله الحوادث في الازل. هم عاوزين يقولوا العرش ده موجود من الازل، فتقول لهم طب ما ده العرش مخلوق، ومعنى مخلوق يعني له بدايه. قال لك لا لا، ما من عرش الا وقبله عرش، مش ربنا خالق وعلى كل شيء قدير، كل شويه يخلق عرش 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 عرش, عرش, عرش. يعني ده هو كون فيكون. فعرض العرش عرش عرش ولا من عرش الا وهكذا، تمام. فنقول لهم هذا الحديث دليل صريح على قطع سلسله الحوادث في الازل، وزعم ان العالم قديم بالزمان، اي لم يزل تعالى يخلق عرشا قبل عرش، ولا يوجد بدايه للعروش او بدايه للمخلوقات. لا يمكن ان نتعقل، قالوا كده، وجود الحق سبحانه وتعالى الا ومعه بعض مخلوقاته، لانه خالق، ولا يكون خالقا بلا مخلوق، ولا رازقا بلا مرزوق. ها عايزين كده. فجعلوا العرش ده الاستواء على العرش جعلوه صفه ذات، يعني ملازم له تعالى. ونحن نقول ان ده صفه فعل، وصفات الافعال ايه؟ حادثه. يبقى هنا جاء قول خطير جدا، لازم انتم ارجعوا للكتاب، فيه موجود في كتاب مين؟ مراتب الاجماع لابن حزم. في معاه كتاب ثاني اسمه نقد مراتب الاجماع لابن تيميه. قال وصرح في نقد مراتب الاجماع، يعني ابن حزم بيجيب الاجماع في المسائل كلها، مسائل عقيده وغيرها. فمما قاله ابن حزم في ايه؟ في مراتب الاجماع، قال ايه؟ واجمعوا ان الله تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه. قال اجماع الامه كلها ان الله لم يزل وحده ولا شيء، زي ما نص الحديث. قال اللي هو بينقد الكتاب مين؟ ابن تيميه. قال هذه العباره اللي هي قالها مين؟ ابن حزم. ابن حزم ماذا قال؟ قال واجمعوا على ان الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه. فقال ابن تيميه هذه العباره ليست في كتاب الله، ولا تنسب الى رسول الله، ولا تعرف عن الصحابه والتابعين وائمه المسلمين. شوف قال ايه؟ ده العباره دي اوعى تغتر بها، ليست في كتاب الله، ولا كيف لا تنسب الى رسول الله، وقال في الحديث ولم يكن شيء غيره. هو ما رضيش بالروايه دي، خلي بالك، واخذ بروايه اخرى اللي ولم يكن شيء قبله، ولم يرضى بالروايه اللي هي في كتاب التوحيد اللي هو قال لها دي الروايه بالمعنى. انما الروايه الصحيحه اللي جاءت عن رسول الله ولم يكن شيء هي قبله. ايه الفرق بين دي ودي؟ هو عاوز يقول لك العرش مش قبل الله، انما هو معاه. فعاوز ينفي انه لم يكن شيء، معناه ما كانش منفرد، ده كان معاه العرش. ولو كان معاه العرش يبقى هنكذب القران. القران وصف الله تعالى نفسه بانه هو الاول. والجمله هنا ايه؟ اسميه ومعرفه الجزئين، وتفيد انحصار الاوليه فيه تعالى وحده. تمام كده؟ فلو كان معاه شيء من مخلوقاته سواء العرش او لما كان هو اول، يعني لما كان منفردا بالاوليه، يبقى معناها شاركه فيها بعض مين؟ بعض مخلوقاته. يبقى ايه معنى هو الاول؟ لا ده معاه اول ثاني اللي هو الايه؟ اللي هو العرش. يبقى اذا هنا لما قال هذه العباره مش موجوده لا في الكتاب ولا في السنه، او دائما يقول كده الكلام كده بصفه عامه حتى يوهمك انك لو قلت به حتخرج عن الانسانيه مش عن المله. فهذا شيء عجيب وغريب،
كيف يقول هذه العبارة لم تنسب إلى رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء غيره. وعارف أنا لو قلنا بالرواية ما فيش تناقض بين الروايتين، هل أنت تفهم أن رواية ولم يكن شيء قبله هل هي فيها تعارض مع الرواية الثانية؟ ده مع ذكاء ومع فطنة الإمام البخاري ذكر الرواية بتاعته ولم يكن شيء غيره في كتاب التوحيد، توحيد، وذكر الرواية الثانية مش في كتاب التوحيد، في كتاب بدء الخلق. شوف كده بدء الخلق، شوف يعني الترجمة والربط بين العنوان. عاوز عشان يقول لك ايه؟ يريد ان يقول لك انه مفيش تعارض ولا اختلاف بين الروايتين. فاذا قلنا في المثل يعني هذه امرأة لم تلد قبل هذا الغلام، يبقى معناها ايه؟ ممكن تكون ولدت معه. احنا نفهم ايه دلوقتي؟ يعني ايه ما ولدتش قبله، يعني ده اول واحد، يبقى معناها ولدت ايه؟ معه او بعده، ما يمديش. انما رواية ولم يكن شيء غيره، اذا تنفي ان تكون اقول هذه امرأة لم تلد غير هذا الغلام، يبقى لا ولدت لا قبله ولا معه ولا بعده، ما ولدتش غيره. يبقى اذا يجمع الاحسن الجمع بين الروايات ولا ابطال الروايه؟ الجمع احسن. وده في صحيح البخاري، ويا ريت الثانيه في ابن ماجه ولا مثلا في الترمذي عشان نقول موضوع، ولا مثلا لا ولا حد ضعفها ولا حد قال فيها اي شيء. يبقى هنا واضح، يبقى هذا ايه؟ شيء عجيب وغريب، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله ولا. ورجح ابن تيمية الرواية الثانية اللي هو لم يكن شيء ايه، واعرض عن الرواية الاولى تمام الاعراض، وقال انا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في التلمود. ولذلك وقع في البدع الاعتقادية اللي هي ايه؟ القول بالقدم النوعي للعرش، احنا شرحناه ورناه لكم قلنا عليه، وعارفين ايه معنى القدم النوعي؟ مش العرش نفسه قديم، نوع العرش، نوع العرش. زي القماش ده مش قديم، ده نوع القماش. طب كيف نوع القماش؟ القول بالقدم النوعي، القماش ايه نوعه؟ قديم، لكن القماش نفسه جديد. تفهمها كيف؟ والله ما عارف. يا رجل واحد ما اشتغلش بالموضوع ده من اساسه. ده ايه؟ القول بالقدم النوع الارض وجواز اذا وقع في بدعة اعتقادية. منها ايه؟ اخطر حاجة القول بالقدم النوع للعرش، واحنا عارف لو قال بالقدم العرش نفسه هيذكر عروس، انما القدم النوع وجواز وقوع حوادث لا اول لها، وقلنا هذا تناقض. وهو ارادوا انهم يحلوا او يفروا من التناقض بايه؟ بقولهم انه نوع افراد الحوادث لها اول، تمام كده، اما نوع الحوادث له ملوش اول. والاعجب انه يقول هذه العبارة لا تعرف عن أئمة المسلمين، وينقل مما هو أعجب من ذلك عن الإمام أحمد رضي الله عنه، يقول كده. شوف أحمد بن حنبل، شوف يقول ايه، ساب الكلام اللي في البخاري واللي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه، وراح لعبارة عن ابن أحمد كان الله ولا شيء، وسكت كده، لا قال غيره ولا معاه ولا قبله. نقل العبارة دي عن الإمام أحمد كان الله ولا شيء، ده جميلة، ده معناها يعني ايه؟ إثبات. مدام نقل دي خلاص خلص. وينقل في معرض الثناء والإقرار قول، بينقل تعني الكلام ده في الفتاوى الجزء الخامس، كنتوا عاوزين ترجعوا عليه عشان ما بفتريش، ان الكلام ده موجود بالنص بالصفحة والكتاب والطبعة بتاعت دار اللي بيطلع واحد يوزعها كم مجانا، وجاتنا هدية ويا ليتها ما جاء جبالك. بينقل قول الإمام أحمد اللي ذكرناه ده،
وقول عمرو بن عثمان المكي بيقول كده الله واحد لا كالآحاد، له الأسماء الثانية التي واقع له في قديم الأزل. شوف كده العبارة بصدق الحقائق، فكان هاديا سيهدي. ده جميل، احنا معانا هاديا ماشي معانا، وخالقا سيخلق. احنا بنسمي يعني جت مشكلة عندهم، يقولوا انتم مش بتقولوا من صفاته تعالى الهادي، ومعناه في مهدي. في مهدي خالق يعني في مخلوق، رازق في يبقى معناها كده، يبقى اذا وجود المخلوق مع الخالق. ليه انتم بتنكروا علينا؟ نقول لهم لا، معنى ان الله تعالى خالق في الازل معناها معناها ده تعلق صالوحي، يعني انه تعالى عنده صلاحية على الخلق، يخلق اذا شاء وان لم يخلق. فهل يوصف الله تعالى برضو سؤال، هل يوصف تعالى انه الرب ولا مربوب، او الخالق ولا مخلوق، او القاهر ولا الى اخره؟ نقول نعم، هو خالق وان لم يخلق، لانه اذا لم يكن خالقا قبل ان يخلق فكيف يخلق؟ لازم تكون فيه الصفة حتى يتأتى بها الفعل. واضح كده؟ إذا يسمى خالقا قبل أن يخلق، لأنه لو لم يكن خالقا لا يخلق. كده لازم تكون الصفة عنده، يعني الصلاحية عنده. الغزالي قال الغمض السيف من غمض قاطع، تمام، الله يستر عليه. يعني هو في غمضه السيف قاطع ولا مش قاطع؟ لأنه لو لم يكن قاطعا وهو في غمضه لا يقطع. واضح؟ وذلك يسموها الوجود بالقوة والوجود بالفعل. يا رب ان شاء الله تعالى خلصنا من كل الأذى ومن كل سوء، ومن اشد هذا الأذى اليهود. ماشي، والمجوس ان شاء الله، اليهود والمجوس والذين كل ما فيه أذى، والله بكل شيء عليم ان شاء الله تعالى. يبقى هنا في الأزل يقال خالق كده، ويقال رازق، ويقال كل شيء خلاص، بس بمعنى التعلق ليه الصلوح القديم. وإذا كان الله تعالى في الأزل مستحقا لاسم الخالق، بمعنى مش بمعنى الخلق بالفعل، بمعنى القدرة على الخلق، فاستحق تعالى في الأزل أن يسمى خالقا بمعنى القدرة على الخلق، ورازقا بمعنى يعني بمعنى يخلق عندما يشاء. وهذا ما قاله ربك يخلق ما يشاء، فتعلق الخلق بالمشيئة. فهذا يعني أنه كان في الأزل وحده، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء معه. وضحت ولا ما وضحتش؟ إذن الشبهة اللي قالوها مردودة ولا مش مردودة؟ مردودة. في عندهم شبهات أخرى، ولكن طبعا اقترب وقت الصلاة، فنختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعدنا الأحد القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على